لا 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 والله هالصدق بالله لا 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 الله صلوا على النبي خلاص ممتاز هنا طيب عمرك. طيب من قول بعد طيب صلوا عني صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على النبي الرب صلوا عن صلوا على النبي صلوا على النبي الرب وقل له الله والله انا يوم من ايام العيد في ذمتي ذمه ترى الوضع لبيك ابشر بسعادك ان شاء الله انه ما يروح الا الرجال يستحقه ان شاء الله باذن الله تاكدوا ان كل ابوكم نجوم والله اللي علي ان شاء الله نودي اني اجلس جلسه خاصه مع كل رجال فيكم واخذ ما في خاطره لكن يعلم الله الا من ضيق الوقت ومعنا ان شاء الله 3 شهور بتطفشون مني وباخذ منكم لين اصل باذن واحد احد الله يوفقنا وياكم توفيق طيب اقول اقسم بالله العظيم يعني والله ما ابكيكم كلمه واحده بقولها الله يوفق كل واحد منكم وبتطفشون ان شاء الله منا بنجيكم ان شاء الله كمقدمين والله لا بننفركم يعني بنجيكم الصدق مهي بثره يوم من الاسبوع يا صل باذن الله الله يوفقنا وياكم التوفيق الطيب يوفقكم جميع خلنا بس كم باقي طيب صلوا على النبي بخصوص الافريقيا اللي فازت في التمثيل تعادل جعلكم ما تصدقون كيف تعال الحين فايزين الحين فايزين تعال لا تعال دقيقة لا استرد يا الربع ما عاد هو وقت والله تعال بطلي فيصل ايه بس خلنا نعلن عن الكرة الذهبية باقي وقفوا هنا يا الربع تعال بطلال خلنا نعلن ايه وقفوا يا الربع الان بعلن في كرتين ذهبية بعلن عنها اثنين بياخذون صلوا على النبي شغلنا دقة قلب لهند بالله يا شباب لا بسير بسعادة بالله وقفوا شباب وقفوا صوت يا الربع بالله لا احد يطلع صوت انتم كل ابوكم نجوم تأكدوا نحن معكم قلبا وقالبا واني والله اعذروني يلي ما بياخذون الكره لا ما حد بياخذك